السلام عليكم، معكم مهدي رابح لاعب فري ستايل من مدينه الرباط حي تقدم. انا في الاول كنت كنلعب كره، كنت كنلعب ماتشات داخل الملعب وكنت ربحت مسابقات مع الفرق اللي كنت كنلعب معاهم تشواركا وتيسارات، اخر فرقه هي الناظور. من بعد تضربت في رجليا في 2018 دخلت للفري ستايل وتا هو ربحت فيه جوائز، واخر جائزه كنت ربحت بطوله افريقيا عن بعد. كانت مسابقه الاخيره اللي ربحت فيها ديال بطوله افريقيا عن بعد، كنا كنشاركوا دقيقه، كنا كنصوروا في الدار، كتصور فيديو فيه دقيقه وكتحطوا للجنه التحكيم. انا كنحط فيديو فيه دقيقه مغربي وواحد اخر من الجزائر حط فيديو، وكيشوفوا لجنه التحكيم شكون اللي حط فيديو مزيان وكيعلنوا عليه هو اللي فائز. صافي بقات هكا المسابقه تفز الحمد لله، شرفت المغرب. كنت في الاول كنلعب كره في 2018 بالضبط، تضربت في رجليا. الاخ ديالي قال لي ما تحبسش، كمل دير شي حاجه اخرى. شديت البالون كندير به فري ستايل، صورت الفيديو الاول كلشي كيضحك عليا. صافي كملت تقش في راسي والحمد لله، راه جاوني عروض في التلفازه في دوزيام شحال من حاجه، وان شاء الله غادي نكمل فيها ونحقق فيها شهره اللي كبيره ان شاء الله. الشهره في الاول، كلشي كان كيضحك عليا، من بعد كنشوف تعاريق اللي زوينه، الناس كتبارطاجي فيديوهات وانا كنزيد كنتريني. ما ضروري خاصك تصبر، كنتريني في الاول، من بعد طلعت النيفو صافي مشيت للدوزيام، صافي تما فين تشارت الحمد لله. ما كاين حتى شي دعم عند المسؤولين، حتى شي واحد ما غادي يدعمك، حتى شي واحد ما كيدعم هذه الرياضه هذه. باقا تقريبا بدات في 2008 في المغرب، حتى شي واحد ما دعمها والدراري حبسوا. جيت انا وبزاف من الدراري كل واحد من المدينه، وبدينا تقريبا 2014 15، انا بديتها في 2018، باقي حتى الان ما كاين لا دعم لا والو. كنوجه رساله للمسؤولين اللي عندهم يد في الشان الرياضي، انهم يعطيو فرصه لهذه الرياضه، لان بزاف من بحالي كيديروا هذه الرياضه هذه وكيديروا جميع الرياضات وما عندهمش واحد الدعم من المسؤولين. انا ما كنتسنى حتى شي واحد اللي يدعمني، كندعم راسي براسي. كاين واحد اخر اللي ما يقدرش على داك الدعم غيحبس، انا واخا ما مدعمينيش واخا ما عنديش راه كنتقاتل غير راسي.